لذا الحسين قدم دماءه وقدم روحه وقدم شبابه وقدم أصحابه وقدم الرضعان من أطفاله وقدم النساء من أجل تثبيت هذه المفاهيم. فلو قدمنا كل ما نملك وقدمنا كل طاقاتنا في سبيل تأصيل مفاهيم الحسين لا نكون أصلا صنعنا شيء أمام عظمة ما قدمه أبي الضيم الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. حتى وقف في كربلاء سألهم قال على ما تقاتلون؟ على حق تركته أم على سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها؟ يعني أراد أن يبين للأمة أن هؤلاء أصلا ما عندهم هدف بالقتال. إذا كان هدفهم حفظ الإسلام فأنا غيرت سنة، بدلت شريعة، أنكرت شيء، حللت حرام، حرمت حلال، على ما تقاتلون؟ قالوا لا، نقاتلك بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب. الله أكبر، يقاتلونه بغضا لعدل القرآن الذي فيه نجاتهم. لذا لما برز الحسين بأبي وأمي صار يقاتلهم ويقول إذن أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين. من أجل من؟ من أجل أنفسنا، الأخوة، أهالينا يجون عليها. يا أخوان الله يستر عليكم بجاه الحبيب محمد. لا تحسن.